حياكم الله من جديد ويانا مشاهدينا بهذه الأمسية والاحتفالية الخاصة بعرسنا الوطني 47. مثل ما ذكرت قبل الفاصل راح أكيد نتطرق في هذه الفقرة بالذات تسليط الضوء على المرأة الإماراتية ورياضة المرأة الإماراتية، حيث حظيت هذه المرأة بدعم لا محدود من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. فقطعت رياضة الإمارات أو المرأة الإماراتية أشواط طويلة على جميع الأصعدة والميادين، وشهدت مشاهدينا هذه الساحة الرياضية النسائية في الإمارات إنجازات عديدة حول رياضة المرأة الإماراتية. يسعدنا أن نستضيف معنا الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير الشيخة شمسة. وانت بصحة وسلامة وكل عام وانت بخير وألف مبروك على الأول. نحن قبل شوي دائما كل ضيفنا طولة العمر نسأله السؤال الأول، شعور كإماراتي حصول جواز إماراتي على المرتبة الأول، شو ممكن تقولي في نفس هذه المناسبة؟ طبعا أول شيء في البداية أهني سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان ونائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين، وطبعا أشكر إلى سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، وأقول له شكرا على المجهود اللي وصل واللي رفع من دولة الإمارات. طبعا هذا بمجهود حكامنا، مجهود شيوخنا، وأهم شيء الأمان. فعلا هذا الهاشتاج الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي، شكرا عبد الله بن زايد، وزارة نعم. التعاون الدولي الخارجي والتعاون الدولي يستاهلون فريق العمل اللي عملوا من سنين طويلة وهم يعملون على هذا الإنجاز، فشكرا عبد الله بن زايد على هذا الإنجاز وقيادتنا الرشيدة اللي دائما تدعم وتتابع هذا المشروع نعم. وهذا الإنجاز. الأمانة أكيد الشيخة شمسة تقودنا إلى سؤال آخر، المسؤولية الأكيد على عاتق الجميع، فإذا أخذنا منك كلمة فيما يخص المرأة وهذه الأمانة الكبيرة وحتى كل المجتمع الشبابي المتواجد إن كان في الدولة خارج الدولة على منصات التواصل الاجتماعي، المسؤولية الكبيرة اللي أكيد دولة الإمارات والمراكز الكبيرة اللي تنجزها دولة الإمارات، شو المطلوب من الشباب الإماراتي المحافظة عليه عشان نكون دائما في الصورة الجميلة وبالأخلاق الجميلة اللي تعكس أخلاق أبونا زايد؟ أول شيء وصلنا الأول الحمد لله بأمر الله وعزته ومجهود شيوخنا. إذا بنت الإمارات أو شباب الإمارات نقولهم عندكم الجواز، يعني هويتنا، ديننا، احترام الناس، ما نقول ترى السفير ترى كنت سفير بلادك، لما أنت تسافر بهذا الجواز لازم يكون في هناك احترام وقدوة، وعلى الأقل أرد لو جزء بسيط للبو اللي فقدناه اللي هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، وبونا الشيخ خليفة بن زايد وحكامنا، رد عليهم بأخلاقنا بعلبنا بتواضعنا مش بغرور وبديننا وهوية الإماراتية. الهوية هاي اللي لازم أنا أتمسك فيها، ولا كيف بقولهم اني انا اماراتيه؟ بالضبط صحيح، يعني فعلا الكلمات. نتمنى اليوم كل مواطن يستشعر هذه المسؤوليه عنده في سفره، في حتى ايضا تعامله مع كل الجاليات المتواجده هنا اليوم. طولة العمر الشيخه شمسه كمركزك اليوم كعضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره ورئيس لجنه المنتخبات الوطنيه، الشيخة فاطمة أم الإمارات الله يحفظها، أم الإمارات اللي مكنت المرأة الإماراتية تمكين في سياسيا اقتصاديا ثقافيا في كل المجالات، كيف ممكن هذه الإنجازات الإماراتية على الصعيد الرياضي إن صح التعبير تقيسونها أنتم اليوم في 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 مجالكم في مجال عملكم؟ أول شيء أنت تتكلم عن أم الإمارات، يعني أنا بتكلم عن أمي، يعني أم كل بنت من إمارة أبوظبي لإمارة الفجيرة. بنت الإمارات إذا ما أثبتت جدارتها في مكانها الصحيح وبذلت مجهود وصلت للشيء اللي تباه، يعني كل ما أبذلت الجهد فعين أم الإمارات على الموهبات، على البنت اللي بتعطي يتبنونها
بنت الإمارات هي اللي لازم تثبت حسب أني أنا أبين لأمي تراني أنا سويت هالشيء ووصلت لها المستوى. هني أم الإمارات ترى تحضنك, وحتى لو أنت ما سويت ترى هي بعد تحضنك. أم الإمارات عش حقا مسمينها أم الإمارات, الله يحفظها, شان لك كم بنت, الله يحفظها, فمجهودها والطاقم اللي وياها وصلنا للمحافل الدولية, وصلنا للآسيوية, بناتنا في الألعاب القوى أو الألعاب الفردية وين وصلوا؟ وصلوا العالمية. لكن إحنا بعدنا الجماعية ترانا الخليجية والعربية. نعم. لكن لو بتكلم اليوم لين باشر عن الإمارات, لا والله ما وفيت حتى حقها. نعم. يض الله ويض. أبي أتكلم شوية عن شخصيتك طويلة العمر. عشقك, عشق الطفولة اللي الآن نشوفه واقع ملموس في الميادين الرياضية. عشقتي كرة الطائرة رغم أنه كانت في محاولات إلى كرة اليد والسلة, لكن رجعت مرة ثانية إلى عشقك كرة الطائرة. كان عندك طموح, كان عندك حلم تبغين تحققينه, وأنا واثقة تماما أنه كان في دعم لا محدود ابتداء من الأسرة وانتهاء أكيد بقادتنا وبدولة الإمارات. الشيخة شمسة لما كبر عشقها وحلمها قادت معاها مجموعة من الفرق النسائية, ما شاء الله نلتوا مجموعة من الجوائز اللي نفخر فيها في دولة الإمارات على الصعيد الرياضي. خلينا نتكلم شوية عن هذه المسيرة من الطفولة إلى الآن وتتقودين فرقة نسائية. شوفي إذا أنت بتتكلمين عن الكرة الطائرة يعني لعبة جماعية, يعني دخلت فيها أمي, دخل فيها أخواني, دخلوا فيها خواتي, يعني دخلوا فيها المدرسة, دخلت فيها الجامعة, السكن, ها كلهم ترى تشجيع البنات, بنات المنتخب أنا أقول لك والأندية. شمس حشر بدونهم ما أقدر أسوي أي شيء, وهم بدون الأخت العودة اللي أنا أتكلم عنهم, وبعد عندنا خوات بدونهم ما نقدر نسوي أي شيء. الاتحاد ترى هذين بعد أخوتي, بدونهم وبدون رئيس الاتحاد أنا ما أقدر. هاي جماعة حبي أنا من طفولتي للرياضة, ومجالي كان حب, كنت بين اليد والطائرة, ولكن حسيت أني أنا أقدر أعطي في الطائرة. وبالعكس كان الوالد رحمة الله عليه يشجعني, الوالد شجعني, ولكن عندهم أهم شيء الدراسة, يعني خلوني تتمسكين بالشيء. مجرد أنك أنت قصرتي في هذا الشيء لا بتحصلين عصا, وهذا ممنوع, يعني هذا معروف. كان دائما حبي في المشاركات في المدارس, كنا دائما نشارك, ولكن الشيء اللي حسينا به لما كنا نحن داخلين الجامعة, هني كان في مقام اثنين ما كان في فريق, وقلنا بنسوي فريق, وكنت أتخيل دائما كنت أقول لو بنسوي فريق الحين هذا يتكلمون عن رياضة ورياضة, ممكن أني أنا في يوم من الأيام أوقف أكون شيء في الطائرة. كنت هذا بس مجرد أن التخيل, حلم, حلم كان. لا ما كنت حطه ببالي, فابتديت قلت ما علي باكر بسوي فريق, فكانوا البنات يضحكون قال بسوي الفريق, سوينا الفريق في السكن وكنا نلعب. فكنت يوم أشوف الاتحاد والناس يفوزون وكرة طائرة ورجال, كنت أقول يمكن أكون أنا بينهم أو في بنات بيكون مواطنات, وكنت أتخيل بس ما كنت يعني حاطة ببالي اللي بيسوي. وسبحان الله قدر الله ما شاء فعل, طلعت من الجامعة بعد فترة تعرفت على فريق كان كإمارة دبي, دخلنا نتمرن تمرين عادي ونتدرب مع الأخوات, كانت رحمة الله عليها المسؤولة كابتن عزة, وكانت أخت أمينة ثاني والأخت مريم الشحي والخوات اللي وياي حينه. فكنت أنا بعد ما حطيت, فكنت بديت أسمع مسابقات نفس المدارس منتخب أشياء, فتفاجأت أن دخولي نادي الوصل ما كنت متوقعة, لأني أنا نصراوية مش وصلاوية. قدمنا لكل مكان ورفضوا لنا, لكن الوصل رحبنا. الحين بيزعلون جمهور الوصل. لا أنا أقول لك ياها, القلب نصراوي لكن العقل وصلاوي. جميل جميل. لا جميل. فدخلنا تدينا نكون, تدينا نسوي مسابقات, فكانت أول كلمة رحمة الله عليها كابتن عزة تقول لي سوي مسابقة, سوي مهرجان بتطلع فرق. أتوقع فريق فريقين,
انصدمت من أول بطولة 8، ما بقول لك خفت. فكنت أول سؤال أسألها إياه كيف بنفوز، لأن كان التمرين اللي عندنا أو نحن جايين مدارس، لكن اللي يدخل النادي يعرف شو معنات تمرين احترافي، يعرف شو إنه يكون. تفاجأت إن النادي وصل يرشحني للاتحاد. كنت أول والأول الله أول امرأة تدخل في اتحادات الألعاب الجماعية. هذا موقف أنا ما أنساه، إن كان في ترشيحات. فهذا اليوم أنا كنت جالسة وطلبوني إني أحضر الترشيحات، وما كنت حاطة بالي للترشيحات أصلاً. كنت يا سراجع إذا حصلنا سبونسر، لأن كنا بنشارك في بطولة المرأة المسلمة في إيران. والفترة هذه كانت يعني غريب أن نجد مرأة إماراتية، في قيود كانت شوية مجتمعية، يعني كان في تحفظ شوية من 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 المجتمع الإماراتي إن صح التعبير. كان في تحدي؟ تحدي؟ أنا بقول لك شو التحدي. كنت لازم أتحدى نفسي. كانت الوالدة أقول لها أنا بصير نادي الوصل رجال، قالت لي الشيء اللي بتطبينه على نفسك أول طبقيه، إذا تحملتي طبقي على البنات. لكن أنا ما عندي شيء. كانت الوالدة دائما توصيني بالعادات والتقاليد وشرع الله، قالت غير ما اختروا عليك. فكنا البنات نكسبهم عيب التصوير، عيب الظهور. ابتديت أنا أقول لا لا صوروني لا. فسوالي مقلب واحد من الصحفيين أخو عزيز وصورني وطلعني. فأنا أول ما شفت الجريدة قلت فضحتني، قلت الله يفضحك، طلعتني. فهاي أول ظهور. ابتدت البنات نستشير أولياء الأمور في اللبس، نقول لهم شوفوا شو رأيكم في اللبس، هل جايز لكم؟ أحب الأم تتدخل، الأبو يقول لا ها وسعي هذا ضوجي. هني أنت تكسب. واللي أكثر شيء يكسب أولياء الأمور لما أنت تهتم في البنت من ناحية الدراسة. يعني كان عندي شرطي أول الدراسة من ثم الرياضة، لأن قلت له بات يوم بتخرجين هذا سلاحك، هاي هوايات. الحمد لله دخلنا مرحلة الاتحاد. طبعا أثناء الترشيح صفقوا مبروك وأنا مش منتبهة لهم، فتفاجأت أن يقولوا لي خلاص أنت مبروك ترى شفتي في الاتحاد. قلت لهم شور منو؟ ما شاء الله. أنا عندي بطولة في إيران، يعني كنت أنا مشاركة لأني أنا لاعبة، إذا بدخل الاتحاد خلاص ممنوع أني ألعب. خلاص إدارية. نعم. فسبحان الله دخلنا الاتحاد وشفت عالم ثاني، فكأن هذا السيناريو قدامي. جميل. طبعا كان هدفي الإمارات، العلم، المنتخب كيف ببرزه، كيف بيطلع. يوم أسمع أن الفريق الثاني طلع والهذا طلع في خوف. تمثيل المرأة الإماراتية بشكل إيجابي شيء. أنا بقول لك خضنا كذا بطولات خليجية في مدة 20 يوم. نعم. تدريباتنا، لكن بمجهود البنات اللي عندي. لولا هذا الخوات قلت لك ألعاب جماعية من الفراش لأكبر واحد، بدونهم ما كنا بنطلع. يعني حلو العمل بروح الفريق الواحد فعلا. سواء مع فريق أكيد الشيخة شمسة أو أكيد إحنا قادتنا زارعين فينا هذا الشيء، أن روح العمل الجماعي الفريق الواحد هو اللي راح يقودنا إلى النتائج الإيجابية، إلى المراكز المتقدمة. وهذا كله قاعد أستشف الشيخة شمسة من كلامك. كل شوي تبدين الفريق تقولين بعدين أنا. بالأخير إحنا جميعا سلسلة واحدة، كل واحد يتمسك بالثاني يكمل الثاني، والهدف الأسمى يكون اللي هو إنجاز. الإنجاز لأن نحن أسرة لدولة الإمارات. طبعا نحن هكا فريق، نحن أسرة. فمنو أبونا؟ أبونا رئيس الدولة حكامنا. ومنو أمنا؟ ترى أم الإمارات شيخة فاطمة. فالنتيجة فنحن بندخل وندخل، هذا ما نحيبنا وندري بعد نحن ما وفينا هذا ولا شيء يسوى منهم. الله يعطيك العافية. إذا شوي طلعنا عندنا ما عليه، بنرجع للسؤال المهم فيما يخص المرأة الإماراتية ونجاحها أكيد الشيخة شمسة في المرأة في المجتمع الإماراتي. ولكن استأذنت لحظات مع أكيد زميلتنا زينب العجبي موجودة في القرية العالمية، والقرية العالمية اليوم ما شاء الله حافلة وكل يوم بالفعاليات الجميلة بهذه المناسبة. زينب تفضلي قولينا شو عندك.
نعم زميلتي سامية، القرية العالمية ما شاء الله مليئة بالزوار، كثافة زوار من مختلف الجنسيات، والشيء الأجمل من ذلك تنظيم الإدارة في القرية العالمية بشكل رائع، واستقبالهم للزوار بابتسامة جميلة، وأيضا عند المدخل يتم توزيع علم دولة الإمارات على الجميع الكبار والصغار، وأيضا توجد فعاليات جدا رائعة في القرية، ومن أبرزها أوبريت زايد قائد الأمة، ومثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين الأطفال من حولي وهم فرحانين ومستانسين، ويتلي طفلة تقول لي ترى أنا من مواليد 2 ديسمبر. عفرة، يا مرحبا يا عفرة. عفرة من مواليد 2 ديسمبر وعندها كلمة تحب تقول للمشاهدين، تفضل يا عفرة. أنا مولودة ب2000. نعم، أخبركم أن هي مولودة في 2 ديسمبر، وهذا روحها أنها فرحة بأنها مولودة في هذا اليوم، في هذا اليوم اللي عزيز على قلوبنا جميعا. نعم، أنها فرحة وطن، وأيضا اليوم جدا مميز، عرس بالنسبة لنا في دولة الإمارات، أيضا من بعد تلقينا خبر وصول الجواز، فرحة لا توصف من الجميع، من الزوار وأيضا المقيمين على أرض هذه الأرض الغالية على قلوب الجميع. أذكر لكم بعض التفاصيل أيضا من تجهيزات القرية العالمية، كما تشاهدون تم تعليق أكثر من 50,000 علم في جميع زوايا وأركان القرية العالمية، طبعا ليرفرف علم دولتنا في كل زاوية في القرية العالمية. أيضا توجد فعاليات مميزة، ومنها خيمة رسم على الوجوه والحنة لأيدي الأطفال والجميع، اللي طبعا يفرحون الجميع بهذا العرس الوطني الغالي على قلوبنا جميعا. وأيضا الأوبريت المميز زايد قائد الأمة الذي سيتم يشارك فيه 20 فنان في هذه اللوحة الفنية، طبعا وذلك احتفاء بعام ومئوية المغفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. أعزائنا المشاهدين، هذه تغطيتنا من القرية العالمية، وأجواء جدا رائعة في القرية، ومثل ما تسمعون الأغاني الوطنية مستمرة بشكل تكامل. نعم نعم عزيزتي سمية، نعم الكلمة ترجع لزملائي في الاستديو. زينب على هالتغطية من القرية العالمية، وعودة إلى السؤال اللي بغيت أطرحه عليك يا شيخة شمسة قبل ما نروح لزميلتنا زينب، عن تمكين دولتنا الحبيبة للمرأة الإماراتية في كل المجالات، فأصبح المجتمع الإماراتي متمكن بالمرأة، نرى طاقات شبابية إماراتية ما شاء الله يعني متسلحات بثقة أول شيء قيادتنا وبطاقتهم الشبابية، نلقى عندنا وزيرة للسعادة ولشؤون الشباب وكلهم من أعمار صغيرة وشابة، فهذه بالدرجة الأولى ثقة، وبالدرجة الثانية مسؤولية على عاتقهم. فيا ترى شو هو تعليقك على هذا الموضوع، إن إحنا عندنا وزارات بقيادة طاقات شبابية على غير العادة ومختلفين عن باقي البلدان؟ إذا بتكلم عن بنت الإمارات، بنت الإمارات تمكنت منها تنجز وتعطي، وأنها تكون جدارة بن زايد، فإذا بنتنا وصلت لها المستوى هذا دليل على إصرارها وطموحاتها اللي لا محدود. فشو رد شيوخنا؟ يأخذون المواهب يطلعونهم يقولون هذا الميدان عطونا أفكاركم، هذا يرد على سهيل، وأن شيوخنا وحكامنا يعطونا نتحمل المسؤولية. فأحين الوزيرة وصلت وزيرة، لكن أنت ما تعرفين شو المسؤولية اللي عليها حتى تعطي وتقول هذا أنا ما عطيت، وكل ما بتقول هذا ما عطيت ترى بعده عندهم طموحات. فبنت الإمارات أثبتت جدارتها ولا زالت بتثبت وبتوصل ترى القمر، مو بس الريال. دامنا طموحة وطموح كل من أكيد يعيش على دولة الإمارات، أخوي رافد وأكيد الشيخة شمسة لا حدود له، نحن طموحنا يعانق السماء ونمشي على نهج أكيد قادتنا. نعم. في زرع هذا الطموح، حب الإرادة، حب التحدي، أن نوصل للمركز الأول، فدائما نرى في دولة الإمارات الأشياء المختلفة والمتميزة والفريدة. ودائما أنا أقولهم كل ما كان عندك طموح
أنا أقول لك إياها ونصيحة لأخواتي ولعيالنا وشبابنا، كل ما كان عندكم طموح عطوا، لكن تقربوا، كل ما تقربتوا من دينكم وتمسكتوا بالعادات والتقاليد الهوية، ربي بيطلعكم وبتعطون وبتنجزون وبتبيضون الوجه. ولكن طاعة أولياء الأمر أولي الأمر طاعة أمك وأبوك، تراك ان طعت امك وابوك تراك انت بتطيع اولي الامر. نعم بالضبط. ماشي، لا تقول انا بطيع ومنها لا ما بسمع كلام امي وابوي، لا ما يستوي. نعم. هذا بهذا مربوط وبالله، والله انك لا تطلع. نعم. وبس تطلع وثم بتطلع. احنا دائما نقول اذا كان هناك في شخص ملهم وشخصيه ملهمه مثل سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك. نعم. أم الإمارات اللي اليوم وكل يوم قاعدة تدعم المرأة الإماراتية في جميع مجالاتها، اليوم دخلت تخصصات مختلفة المرأة الإماراتية، الفضاء، الاستدامة، في التكنولوجيا، في كثير من التخصصات النادرة والحساسة. فشكرا، إذا قلنا شكرا، شكرا أم الإمارات على كل تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات. نعم، شكرا شيخة فاطمة، شكرا لأم الإمارات، يعني اللي ما قصرت، ولولا الله عز وجلاله ولولا ان ام الامارات كمل نهج رحمة الله عليه الشيخ زايد لما وصلنا لها المستوى، لان هاي الام وهي اللي تحضننا، فلازم احنا نرد لها لو شيء بسيط، حتى لو وصلنا من ناحية الرياضة المحافل، بعدي تراني ما اديت واجب الام هذه. ذكرتي كلمة جميلة اللي هو رد الجميل، هذا اللي احنا مطلوب علينا وهذا واجب ونابع من القلب لقادتنا. على طاري رد الجميل، دائما دولة الإمارات تكون سباقة في رد الجميل، لأن حق الجار على الجار، نلقى دائما هي تبادر في مناسبات الوطنية أن يتوشح هذا البرج بعلم الدولة اللي محتفلة بمناسبتها الوطنية. نحن نفخر بهذا الشيء، إن دولة الإمارات الشيخة شمسة دائما تبادر، دائما تكون هي الأولى تسوي هذا الشيء لجيرانها، ونلقى كثير من الدول الخليجية حذوا أكيد دولة الإمارات وصارت تفعل مثلنا. شو تحسين لما دولة الإمارات تبادر وتوشح هذه الأبراج والمباني بأوطان أو أعلام الشعوب الخليجية؟ بقول لك شيء، دائما يقولنا مثال، هذا شارك انطح يا عثمك يا لحيات، هذا ولد عمي وهذا ولد خالي، كيف انا بتبرى منه؟ اليوم انا فرحتي كان للسعودي وكان مجلس تعاون، ترى كلنا عيال عم وعيال خال، هذه يدت من البلاد وهاي كلنا عيال، فكيف انت ما تبيننا؟ ترى كلنا قلب واحد وكلنا دين واحد وكلنا عرب وكلنا عاداتنا واحد، فانا قلت لك هذا ابن عمي وهذا ابن خالي، وما عندي جواب ليش اكثر احكي. كلمه جميله ممكن رائعه قلتها قبل شوي، واليوم نشوف الفرحه الخليجيه، الفرحه العربيه هنا عندنا في دوله الامارات العربيه المتحده. انا اشكرك سمو الشيخه شمسه بنت حشر ال مكتوم، عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره ورئيس لجنه المنتخبات الوطني، شكرا لك وبيض الله وجهك على كل كلمه قلتيها في المره الاماراتيه. هذا واجب، وبعدي ما قلت ولا وفيت، ما قصرتي وسامحوني. الله يسعدك، نورتينا، وكل عام وانت بألف خير، وكل عام دولتنا الإمارات والخليج كلهم خير يا رب.